انا عايز اعرف منك ليه دايما الناس بتوصف ان السمك عمره يعني الى حد ما صغير، والاطفال تحديدا بيتعلقوا بالسمكه وبعد كده السمكه بتموت، ولما سمكه واحده بتموت سبحان الله بنلاقي الباقي خلاص بيبتدي واحده ورا واحده بيموتوا، فتفسيرك للعمليه دي ايه؟ هو مبدئيا عشان الحوض زي ما حضرتك ذكرتي، هو الافضل ان احنا عشان نربي يعني يبقى عندنا حوض سمك في البيت، افضل حاجه نشوف له مكان يكون مكان متناسق في البيت عشان يبقى ايه ظاهر افضل في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في المكان، عشان يبقى شكله شادد النظر اكتر. وفي نفس الوقت كل ما كبرنا مساحه الحوض كل ما كان افضل، عشان السمك يبقى ايه متعايش افضل واخد راحته في الحوض، لان احنا مهما ما كبرنا احواض السمك مش هتبقى زي البيئه الطبيعيه اللي هو كان عايش فيها. فبالتالي الافضل ان احنا نحاول انه يبقى بقدر الامكان الحوض ايه اكبر حجما. طب ليه لما سمكه واحده بتموت بقى الباقي كله بيموت؟ افضل حاجه ان احنا نشيل السمكه على طول ونكشف على السمك الباقي، ولا الامراض بتاعتهم ما بتبانش؟ والله حضرتك لو سمكه واحده بس اللي بتموت، مش واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، دي بيبقى ايه مثلا ايه عمرها الافتراضي او لاي ظروف للسمكه. انما لو سمكه ورا الثانيه ورا الثالثه دي تبقى نسبه كبيره جايه من سبب في مرض كده ظهر في الحوض، فبالتالي احنا لو ما عالجناهوش ما لحقناش يعني نستعجل في علاجه، فبالتالي هيأثر على الحوض، لأن كمان الحوض ساعة السمكة ما بتتعب بيتغير لونه، يعني اللون بتاعه بيميل ايه لأكتر ان هو ما بقاش نضيف، فبالتالي السمكة مش هتعرف تتنفس كويس، فبالتالي هتأثر على كل السمك. فاحنا الأفضل لما نلاقي سمكة عيانة يعني في الحوض نشيلها نعزلها في حوض لوحديها ونعالجها، وبعد كده نبقى نرجعها تاني في الحوض، خصوصا ان برضو يبقى الافضل ان نغير المياه في التوقيت ده، او على الاقل نغير ربع المياه.